تيدكس. مين الموجودين هنا اليوم؟ أصحاب الأفكار الجميلة، أصحاب المبادرات، أصحاب القضايا. طب إيش يجمعنا؟ يا أولو الألباب، يخاطبنا الخالق المالك الكريم بخاصية عقولنا فيميز بيننا وبين باقي الخلق. فماذا فعلنا بذلك؟ ماذا فعلنا بتلك الخاصية التي ميز بها إلهنا نحن عن باقي الخلق؟ عندما ننظر إلى العقل وطريقة تفكيرنا نجد أن حقيقة ما نقدر نعرف إنه أنا مهمل لأفكاري، مهمل لعقلي أم لست مهمل، عشان ما في أثر ملموس لذلك الإهمال. إذا أنا جيت قلت لك أنت مهمل بسيارتك، أنا أقدر أقول لك، أبرهن لك إنه السيارة وسخة مخدشة ما غيرت الزيت. إذا أنا أقول لك إنه أنت مهمل بصحتك، عندي برهان أقدر أقول لك إنه عضلاتك تتلاشى، وزنك يزداد، مناعتك تقل. ولكن ما هي آثار الإهمال في دماغنا؟ البعيد عن العين بعيد عن القلب، فما لا نراه نسوء استخدامنا له، فنسمم تفكيرنا ونخضع للأفكار المداولة والمفاهيم الخاطئة، ونقطع طريقنا للعلم من بعد تخرجنا، ونخضع لسوء الظن والتفكير السلبي والتفرقة بين الناس. وهذا كله ونحن أولو الألباب. فإذا ننظر إلى دماغنا نجد أن الحيوان لديه البرين ستم والسيربلم اللي هم مسؤولين عن وظائف الحياة، الغريزة، الحواس الخمسة اللي هم مسؤولين على الاستقامة والتوازن. ولكن الإنسان لديه أجزاء من الدماغ مطورة أكثر، فلديه السيربرم اللي فيه له التمبرال لوب والأوكسيبتال لوب والبريتال لوب والفرنتال لوب. هذه هي الأجزاء من الدماغ اللي هي تساعدنا في إن كانت العاطفة أو الاستيعاب والتفكير والتدبر والذاكرة. فكيف نستخدمه؟ وإذا هذا ليس كافي، فدماغنا في قمتنا، في قمة الشيء نفسه، فهو أهم شيء. والله سبحانه وتعالى اهتم فيه من ناحية جسدية، فأحاطه بالغشاء وبالسائل CSF ومن ثم بالجمجمة، فكان سليم جسديا. ولكن كيف نحميه فكريا من التلوث الفكري؟ نحن في شبابنا هنا اليوم عشان نذكركم بذلك الكنز الثمين، نقول لكم إنه الله سبحانه وتعالى أعطانا هذا الكنز الثمين كهبة، فكيف إحنا حنستخدم هذا الكنز، هذه الهبة اللي خلتنا ما نكون على أربع أرجل مثل الكلب أو الضب أو السحلية، فارتقى بنا الله سبحانه وتعالى، فكيف استخدمناه؟ في شبابنا أنشأنا فيلم وثائقي اسمه الباب، هدفه مناقشة هذه القضايا، واللي بنتكلم فيه هي ستة مواضيع. نتكلم على التركيز والتحليل. من التركيز نتكلم على كيف إنه الإنسان ما يقدر يوصل لأي شيء إلا هو عنده خاصية التركيز، التركيز على الهدف، التركيز على الشيء الواحد حتى يصل إلى إتقانه. التحليل، وأن أي موضوع لا يفهم إلا من خلال التحليل، والتحليل بمستويات التحليل المدرجة حتى تصل إلى استيعاب الأكثر. التعليم الذاتي والقراءة، ونتكلم على أهمية التعليم المستمر في العقل. التعليم في نفس المكان في الهيبوكامبس يسبب السعادة، فكيف إحنا ممكن نصل إلى التعليم حتى نصل إلى الارتقاء الفكري والسعادة؟ الانتماء والعنصرية، ووجدنا إنه في دماغنا في جزء من الدماغ يساعدنا في تصنيف الأشخاص، ولكن هذه الجزئية من الدماغ لم تخلق لتوليد العنصرية، وإنما للتشجيع بالانتماء للقبيلة أو الجهة أو العائلة. المفاهيم الخاطئة، ونتكلم في المفاهيم الخاطئة على كيف إنه نيورولوجيا منذ صغرنا نجد أننا نستقبل الأفكار قبل أن ننشئها نحن، وإحنا في مرحلة استقبال. ففي هذه المرحلة إحنا بنكون شبكات كهربائية في دماغنا. هذه الشبكات الكهربائية تكون الفكرة. فنيورولوجيا أنت لما عندك فكرة في دماغك أصلا مرسوخة،
أسهل لدماغك إنه يرجع للشبكات اللي هي منشأة بدل من ما إنه هو ينشئ شبكات جديدة. فلما إحنا نجي نتكلم على المفاهيم الخاطئة وطريقة معالجتها نجد إنها صعبة حتى نورولوجياً لنا، عشان لازم نرجع ونراجع نفسنا ونكسر الشبكات القديمة وننشئ شبكات جديدة. الذاكرة، نتكلم على 3 المراحل للذاكرة اللي هي التشفير ثم التخزين ثم الاسترجاع، وكيف ممكن إحنا نتمكن من كل هذه المراحل حتى نصل إلى تقوية ذاكرتنا. فما تقدر أنت تسترجع معلومة ما شفرتها صح أو خزنتها صح، فكيف ممكن نسوي هذا الشيء وكيف ممكن نتعلم ونستفيد من هذا الشيء عشان نطور عقلنا ونستخدمه بأقصى درجة. العاطفة والضغط، نحن من أكثر المجتمعات اللي تهمل الجانب النفسي من الصحة. حتى الميديكال انشورنس حقنا ما يغطي منتل ايلنس، بيكوز يعني ما اعرف ليش صراحه. فهذا الشيء اللي احنا لازم نهتم فيه، ليش؟ عشان حتى في عقلك لما تيجي تنظر الى عقلك والعاطفه في عقلك فتجد انها مرتبطه بالمناعه، فكيف ان لا يعني نصل الى معالجه المشكله من اساسها ونعالجها في الاي ار روم انستد. واستخدمنا هذه كلها المواضيع وقلنا طيب كيف حنوصلها للشباب؟ استخدمنا عناصر مختلفة، من جولة افتراضية في الدماغ ومشاهد تمثيلية ومقابلات شخصية مع مختصين. وطبعا في هذا الفيلم استعنا بخبرات دكاترة، دكاترة مخ وعصاب، دكاترة نفسية، استعنا بخبرات أطباء، أساتذة علوم سياسية وأساتذة تنمية بشرية حتى نخرج بهذا الفيلم. هذول بعض الأشخاص اللي إحنا كنا معاهم، وهدفنا إحنا إنه في شبابنا ليش بنوصل هذه المعلومة؟ عشان نبغى الناس، وجدنا إنه هذا الكنز لما بدأنا نبحث وجدنا هذا الكنز. وإحنا في شبابنا، مو بس أنا، إحنا 100 شاب وشابة مؤمنين بهذه القضية اللي هي قضية تمكين الشباب من خلال التوعية. فإحنا هنا اليوم عشان نقول لكم إنه البابنا واجب علينا إنه نصونه، فعلينا كلنا أن نحمل ذلك الكشاف في تلك الغرفة المظلمة وننير كل زاوية فيها ونبدأ رحلتنا في الثقافة والعلم والمعرفة، ونبدأ بأجسادنا وبعقولنا حتى نفهم خلقنا من ذلك الخالق المالك الكريم ونتعجب منه. وبذلك وبتلك الخطوة نبدأ بنهضة أمتنا من خلال نهضة ألبابها. شكراً.